لازم سيادتك سيادة اللواء بس ناخد على التليفون سيادة اللواء دكتور إيهاب أحمد النحاس، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد أبناء النادي الأهلي. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور يا كريم، صباح النور. سعداء بوجود حضرتك معانا، والحقيقة النهاردة أكيد هو بالنسبة لكل المصريين يوم استثنائي، أمال بالنسبة لحضراتكم عامل إزاي؟ خليني نعرف منك سيادة اللواء، يعني هذه الذكرى العطرة، يعني لما حتى التاريخ بيقرب من 6 اكتوبر، ايه الذكريات اللي حضرتك بتفتكرها؟ لا، ذكريات جميله وذكريات عظيمه وذكريات نفتخر بيها احنا كجيل، والمفروض ان الاجيال اللي بعدينا تفتخر بيها طبعاً كمان. طبعا طبعا المفروض. يعني وقت استثنائي مر على حضراتكم، ومعانا طبعا منورنا سياده اللواء سعيد بهلول، يعني بنتكلم معاه برضو عن الفتره دي، كل واحد بمنظوره. يعني بهلول احنا اشتغلنا مع بعض في التدريس. اهلا بيك يا فندم، سعداء بوجودك معانا سياده اللواء. كنت بكلم حضرتك عن او كنا بنتكلم من شويه عن ايه الروح الاستثنائيه دي اللي اتوجدت في المصريين مدنيين وعسكريين في فتره كانت من اصعب الفترات اللي مرت علينا في تاريخ مصر المعاصر. دي حقيقه فعلا، بس كانت دي الحاله العامه اللي موجوده عليها مصر، كانت حاله فيها الكثير من الوطنيه، الكثير من حب الوطن، الكثير من الايثار الذاتي، الكثير من الرغبه في تحقيق الانتصار، الرغبه في تحقيق الانتصار. كان طبعا انت بترجعني لمنطقه قديمه شويه، يعني سنه 73 انا بفتكر يوم 6 اكتوبر الساعه 2، وبفتكر الطلعه الجويه، وبفتكر القصف بتاع المدفعيه، وبفتكر انا كنت في سلاح الحرب الالكترونيه بالتحديد، وسلاح الحرب الالكترونيه منوط لي التصنت على الاجهزه واعاقه الاجهزه اللاسلكيه او الراداريه للجانب الاخر. تمام. فيعني اقدر اقول ان كانت لحظات، طبعا كانت لحظات فيها فخر وفيها عزه وفيها قوه وفيها كلام كتير الحقيقه، مشاعر كتير، مشاعر متداخله. وانا سامعك دلوقتي بتقول ان مصر كلها، وفعلا ده حقيقه، مصر كلها كانت متداخله في الموضوع. تمام. وكانت بتؤازر الموضوع لتحقيق الانتصار. وقد كان الحمد لله رب العالمين، وغيرنا مجريات التاريخ الحقيقه بهذا الانتصار. حضرتك يعني نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا، كل الشكر لحضرتك، كل سنه وانت طيب سياده اللواء دكتور ايهاب. الله يخليك، الله يخليك، نورت الدنيا يا فندم، اهلا بحضرتك.